الاسم كامل فاطمة نضر، سن 19 سنة، من مدينة المحمدية، حاصلة على عدة شواهد في مجال، شهادة الأولى في مجال تصميم الأزياء التقليدي، شهادة ثانية في مبادئ تنسيق الألوان وتصميم الأزياء. المشروع ديالي هو عبارة عن ملابس بتقنية الباتشورك. شنو هاد الباتشورك؟ هو فن الترقيع، واحد التقنية ألمانية. الشخصية ديال فاطمة هو عفوية، وكنبغي التجديد، ديما نتعلم حوايج جداد. الحماس ديالي واخا كيخرجوا ليا بعض المرات، ولكن كنبغي التجديد، متحمسة باش نعرف بزاف د الحوايج. ثقة في المشروع ديالي بطبيعة الحال، وكنبغيه وباغا نوصلو، وبغيت نبينو مبقاش غير في إطار المحمدية، كازا والمغرب كامل، ونخرج على برا، علاش لا إن شاء الله. شفنا البورتري ديالك، السن ديالك هو 19 سنة، إمتى بديتي هاد التجربة هادي؟ تقريبا شي من العام اللي فات، يعني على سن 18 سنة. جاهزة لمواجهة لجنة التحكيم؟ جاهزة. تفضلي. السلام عليكم. المشروع ديالي عبارة عن مقاولة اجتماعية تعنى بالحفاظ على البيئة وكتحل مجموعة من المشاكل. شنو هو المشروع ديالي؟ المشروع ديالي هو واحد الملابس جاهزة بتقنية، كتجمع بين تقنية، واحد التقنية ألمانية اللي هي الباتشورك، واللباس التقليدي. انا عندي، بحكم انني قريت في هذا المجال ماشي بالقليل، تصميم ازياء تقليدي، وقريت هذه التقنيه الالمانيه، وقلت علاش ما نجمعش بيناتهم، بحكم ما كاينش في المغرب هذا النوع. القيمه اللي كنقدم للعملاء ديالي هي واحد الملابس بتقنيه الباتشورك. شنو هو الباتشورك؟ هو فن الترقيع. هذا فن الترقيع بحكم سكني اقامتي في المدينه ديال المحمديه، كاين بزاف ديال المصانع اللي كيكون عندها دوك بقايا ديال الثوب وبزاف ديال الخياطين، كناخذ هذوك لي شيت ديالهم قبل ما يرميوهم ويلوتو بهم بي احزاش في المحمديه. كاينين اللي كيجمعوا البلاستيك والكرتون والزاج، عمرنا ما شفنا شي واحد كيجمع بقايا الثوب. كنجمعهم، كندير ليهم الفرز، وندير نخدمهم بديك التقنيه، كنخدمهم على شكل مربعات وندير بهم ماطله كبيره هي على شكل ثوب، وكنصمم، كنرسم التصميم اللي بغيت، وكنخدمو نفصلو، وكيطلع ليا منتوج لي صديق للبيئة بثمن طايح وسهل يعني. وكنوفر، كنحل واحد المشكل الاجتماعي، وكنوفر واحد القيمة للزبناء بثمن طايح. بالنسبة للشريحة ديال المشروع ديالي، هو ماشي شي احتياج كبير يعني، 4 ديال لي ماشين ومستلزمات الخياطة، ويمكن ليا نبدا المشروع ديالي. التسويق ديال المشروع ديالي عبر الانترنت، كاينين الناس بزاف طالبينو هذا الشيء، طالبين التميز، كيبغيو التميز في اللباس ديالهم. قلت علاش من هم جاوني بزاف ديال التشجيعات، المنتوج ديالي مطلوب، قلت علاش من بداش المشروع هذا ونوفرها لهم. ومن الاهداف ديال المشروع ديالي نوفر انتهى الوقت.